وأعبر عن سعادتي لوجود تحديات كبيرة. وقد تمكن قواتنا من مجابهة هذه التحديات، وذلك بالمساعدة الكبيرة التي تلقاها من جميع مكونات شعبنا، وبمساندة قوات الصديقة، وبجهود مقاتلين ومقاتلاتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، وكان لهم الفضل الأكبر لنجاح قواتنا الديمقراطية، وهم الذين وصلون إلى يومنا هذا. ما زال يشكل الخطر الأكبر في منطقتنا، وهم يشكلون التهديد ليس لمنطقتنا فقط بل للعالم أجمع. ولذلك نحن مستمرون مع شركائنا في التحالف الدولي بمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، ولكنني هنا أريد أن أؤكد بأنه في هذه المرحلة لا يكفي الأساليب العسكرية وحدها في محاربة داعش، ولا بد من تطوير البنية التحتية المدمرة وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وكل هذا ضروري جدا لاستمرار في محاربة داعش والقضاء عليه من أجل إلحاق هزيمة نهائية لتنظيم داعش. لا بد من دعم جهود الإدارة الذاتية ومشاريعها الخدمية والإدارية والسياسية، وهذا يعتبر جزء لا يتجزأ من برنامجنا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وبهذه النقطة بالذات نشعر بأسف شديد لعدم تمكن الأمم المتحدة من فتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطقنا، ويجب على المجتمع الدولي إيجاد وفتح الطرق للوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة. فما زال هناك آلاف المعتقلين الدواعش ومئات الآلاف من عوائلهم موجودين في سجون ومخيمات التابعة للإدارة الذاتية، والجميع يعرف بأنه لا إمكانيات وصول الديمقراطية ولا إمكانيات الإدارة الذاتية كافية للتعامل مع هذا الملف، ولا بد للمجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم المادي والمعنوي للإدارة الذاتية من أجل تحسين ظروف السجون والمخيمات إلى حين نتمكن من إعادة هؤلاء إلى بلدانهم. عمليات التغيير الديموغرافي جارية على قدم وساق في مناطق المحتلة. إن إخراج المحتلين ومرتزقتهم من مناطقنا وإعادة السكان الأصليين إلى مناطق المحتلة في عفرين وسري القانية والتل أبيض تأتي على رأس أولوياتنا. وبهذا الصدد نرحب بقرار الذي اتخذه وزارة الخارجية الأمريكية
في إدخال المجموعات المرتزقة في قائمة الإرهاب والفرض العقوبات عليهم. ما زال المرتزقة وبخلفهم الدولة التركية تقوم بخروقات أمنية كل يوم على حدودنا معهم ويستهدفون المناطق الآمنة. وبهذا السبب نؤكد على أن تعاوننا سيستمر مع القوات الروسية من أجل تخفيض التصعيد في المناطق الحدودية الشمالية. منذ بداية الأزمة السورية كنا دائما مع الحوار، حاولنا دائما أن نحل المسائل الموجودة عن طريق الحوار. نحن مع خط التصعيد، نحن مع الحوار السوري، مع الحل السياسي. نعم نريد أن نحل مشاكلنا مع الحكومة المركزية ونصل إلى اتفاق سياسي، ولكن يجب أن لا يفهم رسالتنا هذا بشكل خاطئ. التصريحات الأخيرة العدائية للنظام لقواتنا لا يسب في خدمة أي واحد في سوريا، وهي غير مقبولة من طرفنا. نقول للذين يتهمون قواتنا بالخيانة والتقسيم البلد بأنهم هم من تركوا مناطق شمال شرق سوريا لعصابات القاعدة والداعش الإرهابية، وقواتنا هي من قامت بتحرير هذه المناطق منهم، وهي التي تقوم بتوطيد الأمن في هذه المناطق وتشرف على سلامة المواطنين فيها. الذين يتهموننا هم الذين تركوا حدود البلاد والمعابر للمجموعات المسلحة الإرهابية، وقواتنا هي التي استعادت هذه الحدود وهي ما زالت تحرسها. ولذلك نقول للجميع بأننا في قوات سوريا الديمقراطية فخورين بهويتنا السورية الوطنية الجامعة، وفي نفس الوقت كل فصيل ينتمي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية يعتز بانتمائه القومي. كما تعلمون في اجتماعنا السنوي السابق اتخذنا قرارات مهمة جدا في إطار إعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية وتطوير العمل المؤسساتي في بنيتها، ولكن بسبب الغزو التركي وتداعياته وكذلك بسبب تفشي جائحة كورونا لم نتمكن خلال السنتين الماضيتين من تطبيق جميع القرارات. ولهذا فإننا في هذا الاجتماع سنعمل معا على وصول إلى نتائج، إلى مقررات ستكون ضامنة لتطبيق قرارات المؤتمر اجتماعنا السابق من خلال تطوير مؤسسات العسكرية في بنود قوات سوريا الديمقراطية وتفعيل المجالس العسكرية وزيادة مقدراتنا العسكرية وتحسين أساليب عملنا الإداري والعسكري، وذلك من أجل إلحاق الهزيمة النهائية لتنظيم الداعش الإرهابي
واستعادة مناطقنا المحتلة وتأمين الأمن والاستقرار ليس فقط في مناطق شمال سوريا بل في عموم سوريا. وشكرا لكم. السيدات والسادة الضيوف الأعزاء الحضور الكريم مريخ صفرو روشباش صباح الخير باري لويس جون عيدين وغود مورنينغ فور